ستاريق، لا. الأحلام بالنسبة لك هي؟ هي أهداف بدون وقت، غير محدودة بالزمن. غير محدودة بالزمن. الشاب المغربي يحتاج لي الوعي بالذات. المستحيل هو؟ لا شيء مستحيل. النجاح يصنعه الجريئين. الفشل يعلم؟ يعلم تجارب. أكبر إخفاقاتك؟ دخلت في علاقات اللي غير محسوبة. أسعد لحظات حياتك؟ الزياد ديال بنتي ماريا. الله يخليها لك. بارك الله فيك. المال يحقق؟ يحقق الأهداف ولا يحقق السعادة. أكبر خدعة في الحياة؟ أكبر خدعة في الحياة أننا كنمشيو بالمشاعر ديالنا، يعني الفيلين كنحس بيه كتحسي بيا، لي زيموسيون شفتو كيفاش شاف فيا، حسيت بيه حب شعور كذا، كنمشيو بالفيلين وما كنحسبوش الامور بعقلانيه. نصيحه كنت اود لو قدمها لي احد وانا ما زلت في مراحل الطفوله الاولى. النصيحه هو ان الوقت ما يمكنش تستوكيه ولا تخزنه وكلشي. اي لحظه مهمه الوقت خصك تستافد منه، وهذا الشيء كنعيشوه ملي كيموت لك شي واحد من الاقارب. وانا مريت بهذه القضيه هذه، ما بقيتش كتسيب ولو لحظه ولو ثانيه مع داك السيد. يعني حياتك مهمه جدا، حياتنا عباره على وقت، استفد من هذا الوقت اللي فيه انت، يعني استفدوا من هذه الفرصه هذه، استفد من الحياه ديالك، حياه تمر.